اتفضل. تؤمر بأي حاجة تاني سيادتك؟ يلا غور. حاضر. تعالى هنا. حاضر. قبضت مرتبك الشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور. تعالى. هات ياض المرتب. اخلص. ايه ياض ده؟ فين بقيت فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادتك. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خسارة خسارة ومئة خسارة. قالوا لي إن في قطر فرم أربع شباب. قلت يا ريت تكون أنتوا، لكن للأسف باظت المرة دي. خير يا بابا. ثانية واحدة. قوم يا قرد أنت. قوم يا أخويا ظريف. السفرة دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ أنتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي؟ ده أكتر عار في السي في بتاعي إن أنتوا ولادي. لو تعرفوا أنا بكرهكم قد إيه. أنتوا ولا حاجة بالنسبة لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش. ما تكلمنيش بالصباع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فهمني؟ ايه اكتب طاولة تكلم معايا بالطريقة دي تاني؟ انتوا زبالة. انتوا اكثر شيء في حياتي. جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونة وادعي ربنا وعارف ان دعوة الاب مستجابة. أقول إلهي تمرض، إلهي تتحوجوا، إلهي ما تلاقوا اللقمة وتغوروا في 60 داهية، إلهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزبالة. بإذن الله جاتكم القرف. إيه المناظر دي؟ إيه الشيطان اللي أنا مخلفه؟ أنا ما اتعصتش. يوم ما عملت لك سونار بكت الهبل أمك حبلة فيك، الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجة خطر، ده شيطان نسقطه. حنية الأب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. أهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ ما تعمليش فيها ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي أخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحلية دي. أنت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفة العار دي؟ رزعوا اطفحوا. ثانية واحدة، ثانية. سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب. مين قال لكم تطفحوا؟ مين؟ دافعين فلوس انتوا على الاكل ده؟ حد دفع تعريفة في السفرة دي؟ انتوا عالة عليا. انتوا شوية عاطلية وربنا رزقني بيهم. اطفحوا وعلى شرط طول ما انتوا بتطفحوا تدعولي. يلا بالسم الهاني. انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش. شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردود عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع. يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك. اتكلم بسرعه بقى، الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه كوتش. فاكرها سهله 300 جنيه؟ انا شايلك ال 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في اي لحظه ابقى جاهز واتويك. كاوتش. لا كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. لا هتلبس الكاوتش تتشل فجاه في الملعب. انت بتنفض في مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب. في حاجه؟ انت ليه مش مظبطنا؟ انت ابونا. انت ايه؟ انت ابونا. اسمها بابا. لا ايه يا اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك، ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوا ليه هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصه؟ سادة عادل انت واد، انا شاكك، انت ابن حرام، انت مش ابني. العيال دي شاكك فيها، كان انت، انا متاكد. اهبل يا ابن الهبله. اسكت. كفايه. لا مش كفايه، انا هطول معاك. في حاجه؟ في حاجه؟ يا بغيض يا اهبل يا ابن العبيطه. ها ها ها. انا كان زماني
هتقتلني موتة ده بتضيقات خلقي يا خلاص يا بابا ما تقطعش مش عايز اتكلم معاه ما تقطعش نفسك انا هقتله ايه البقرة اللي بتتكلم معايا دي ما تعمل حاجة بزورك كلهتي ولع وانا واقف فجأة كده انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول تعال وراي تعال وراي ما تكلم امك بقى كمل لما نوصل يلا يلا يا عرق يلا يا عج يلا الله يخلصني منكم وارتاح يلا حبايبي عايزكم بقى حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض عايزكم اخوة احباء تنهشوا بعض احنا هنعمل ايه يا بابا هوريك يا اهبل غور انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس انت عمرك قد شفت ابوك بيهيس يلا يا مسايد بتعمل معانا كده ليه ده احنا ولادك افتكر لنا حاجة حلوة افتكر لكم حاجة حلوة استنى ادم ما ارجع في الاش بيه شيلوا البزازات يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد يلا هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو خلاص بقى مساخ خلاص مش عايز مساخ بلا هابي بيرث بلا زفت يوم اسود اصلا جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك جربها في ركبتك الاول انت يا زفت يا زكي نعم يا سيدي شيل التورته دي خلاص ما حدش يدوقها حاضر وهات لي راكيه النار بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا انسوا ان انتوا عيال لازم تبقوا ايد واحده هات يا هاد راكيه النار طفي في النص حطوا ايديكوا في النار حطوا ايديكوا عهدون ان انتوا تبقوا ايد واحده حط ايدك تبعها بيه حط ايدك حط ايدك بقول لك حط ايدك حط ايدك حط صرخوا صرخوا جون سينا حبيبي اجري غور في داهيه يلا عايزكم بقى توروني الشطاره والشاطر فيكم اللي هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور ابدا اضرب يا هاد اضرب 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 كسر الفقرات كسر الفقرات انا بحبك يا اخويا بحبك يا اخويا انزل على رقبته انزل على رقبته اضرب يا هاد مفيش استسلام اخلص اشتغل هات ملكش تحت بقول لك اتصرعاله دمره مش عايزه يمشي تاني قول له سامحني يا اخويا بس سامحوش يا ايه رايك في ولادي دول هيموتوا بعض الستين ده هيموتوا بعض وامهم اصلا ماتت وناوي ابدا حياتي من جديد عندي حته كده قرتين على المريطيه بس ايه بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح والقعده ان شاء الله في البلكونه ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه هو انت مستر اندرتيكر اندرتيكر لا انا ابن خالته للامانه يعني بس توأم نفس الشعر ونفس البرنيطه ايه رايك تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا اقتلوا بعض يا كلاب يلا يا حلو سيبك من الكلام الفاضي ده ماتش ايه ونيله ايه كان بودي اذبحكم بايدي بس حظكم حلو اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاكم ابكوا بس خلاص انا جامعكم النهارده عشان امر هام انا حاسس ان ايامي قربت واسطوره اندرتيكر خلاص هتنكسر بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان سر بس لازم اتكلم فيه خلاص مفيش وقت لحسن اموت فجأة والسر اللي له يطلع وتورسوني بابا هو احنا كمان مش هنورسك مش هتورسوني وتورسوني ليه ده انت عبال ما تقول فين المراس بتاعي تكون الفلوس خلصت اتنايل واسكت يا اهبل يا ابن الهبله
وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية، هيكتب كل حاجة كل حاجة قدام عينيكم. يا عم سيد تعال، عم سيد يلا، عموك سيد ولا عايز كل حاجة قولها. ميكانيكي انت ناوي على ايه يا حنون؟ انا ناوي ان الطريقة اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملأ، مش عايز اضحك على حد. هاتوه بصفتي ان انا محدش يتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندر تيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه، هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي؟ عز المنوفي يا حبيبي. ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره، نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز؟ اكتب يا عم سيد. حاضر يا استاذ. و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقاء اللي على الفيسبوك. فيسبوك يا بابا اندر؟ يا بابا اندر، على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي، اهرش في كوعي ومسح لي دموعي، وناس عشرتهم وعشرون، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدع عز. كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غور في 60 ده، يلا ليته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركة نادية دراي كلين اللي في شارع مصدق. يا بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. وانا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبلة، امك كانت هبلة لا بتعرف تغسل ولا تكوي، ونادية دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. نايل نايل. يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الاخيرة انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا اقول لك لا بلاش، كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال 20 مليون دولار حلال عليك ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق، شعري يا اولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ انت هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ الظاهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني، نهاياتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاضي؟ بطيستا يا بابا. وانت يا قاضي؟ شيموس. شيموس دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. بابا ولدي اخيرا. بابا ما 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 خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك.